على بركة الله ندوز ان شاء الله للطريقة والمقادير ديالنا لهذا الدجاج كرواز ان شاء الله مع الخرشوف البلدي. غادي نحتاجو الخرشوف بلدي، هذا ماشي رومي، هذا الخرشوف بلدي كنتم كي تشوفوا معايا راه منقي، هو تيكون صغير ورقيق ماشي بحال البلدي ماشي بحال الرومي. هنا عندي واحد شوية الدجاج كروازي تيكون بحال البلدي حتى هو. عندي واحد البصلة، واحد البصلة مقطعة شرائح. غادي نديرو الخرشوف ديالنا واحد الإناء أولا في طنجرة الضغط باش يطيب ليكم، ديروه في طنجرة الضغط باش يطيب ليكم. نضيف ديك البصلة وغنضيف داك شوية الدجاج كما قلت لكم، وهنا كنضيف دوك التوابل، كنضيف شوية الملحة شوية الإبزار شوية تاع التحميرة وند البابريكا. هنا كنضيف واحد جوج فصوص تاع الثوم اللي محكوكة. هنا كنضيف واحد نص معلقة تاع سكينجبير، هنا كنضيف واحد معلقة تاع الخرقوم عوادي أو الأخضر. هنا أنا ما كندير لا مطيشة لا مصير لا حتى حاجة، كندير غير هاد التوابل وكنضيف عليهم الماء الجهد فاش غيطيب لنا داك الخرشوف. هانتوما غادي ندير معاكم الماء تشوفوا، وغندير الزيت ديالي ان شاء الله. انا غنغطي داك الخرشوف بالماء وغنبدو ان شاء الله يطيب. هانتوما كتشوفوا معايا هنا غادي نضيف الزيت. هانتوما بعد ما درت داك الماء راه غنضيف واحد نص كاس تاع زيت المائدة. نتوما عندكم زيت البلدية كديروها. كنحركو داك الدجاج مع الخرشوف، ما ديروش في الماء سخون ما غايطيب ليكمش، ديروه في الماء بارد. ما ديرو لا مطيشة لا مصير لا حامض من الاول، ما ديرو حتى حاجة حتى الفلخر. عاد ان شاء الله غادي نقدمو في الطاجين ديالنا ونعاودو نزقو بشوية مطيشة من الفوق وشوية طريفة الحامض. المهم غير يتبع معانا شوية ومع داك الدجاج بيجي هما هادوك قد قد. نتلاقاو ان شاء الله باش نديروه في الطواجين ديالي ان شاء الله. من بعد ما يطيب نسدو عليه في الكوكوت، سدو عليه في الكوكوت، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. هانتوما بعد ما طاب ديك المريقة انا درت فيها شوية الزيت حيت الخرشوف البلدي كيبي الزيت. هانتوما شتي هانتوما قرب يطيب ما بقى ليه والو. هنا غادي نقلبوه. هانتوما كيما كتشوفو معايا هاو دابا راه طاب شوية، غادي نديرو في واحد داك الطاجين. هانتوما راه ما بقى ليه والو باش يطيب، غنديرو في الطاجين ندير ليه مطيشة من الفوق وشوية الحامض ان شاء الله. من بعد نتلاقاو في طبق التقديم. هانتوما بعد ما طاب داك الدجاج والخرشوف في الكوكوت اولا طنجرة الضغط باش كديتو طاب، هانتوما شتي الخرشوف كيولا زبدة ما شاء الله، طيب زبدة. هانتوما كي تشوفوا معايا هنا غندير ليه واحد شوية مطيشة وندور عليه مطيشة من الفوق على هاد الشكل باش تعطينا ديك النسمة تاع اللدة في الطويجين ديالنا. هانتوما كما تشوفوا معايا كيجي رائع بزاف. هانتوما طريفه الحامض نديرو حتى هو باش يعطينا ديك الحموضه في الخرشوف. هانتوما نخليه ان شاء الله تيطبخ مزيان وتطيب هذيك المطيشه ونشف لينا شويه من الماء. انا هنا غنهز واحد شويه تاع المرقه وغنخويها على ديك المطيشه باش تلبس ليا حتى هي المذاق تاع الخرشوف داك الحامض حتى هو. هانتوما كتشوفوا المرقه خاطر ما بقى ليها والو باش نشف. هنا كندير واحد شويه الابزار ضروري الطويجنات المغربيه تيكون فيهم شويه الابزار من الفوق كيعطيهم ديك اللمسه
نخليوهم يطيب مزيان، من بعد ان شاء الله نتلقاو من بعد ما يطيب. نشهيتكم، كنتمنى يعجبكم الطواجن ديال اليوم ويهو الريلا ديالكم. الا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي كنتمنى انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد تاع مطبخ ام ياسين. والى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والى الملتقى في فيديو اخر ان شاء الله.